بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ان شاء الله كلامنا في محاضره CMOS Fabrication عن الادفانسد تكنولوجي فيتشرز. فكنا خدنا مع بعض التوين والتريبل ويل، الاس تي اي شارد رانش ايزوليشن، لايت دوبل درين، هاي كي ولو كي، والترانزستور فليفرز. وقفنا بقى عند الايه، عند البارازيتك بي ان بي ترانزستورز. طب ايه هي البارازيتك بي ان بي ترانزستورز؟ البارازيتك بي ان بي ترانزستورز معناها ان انا في CMOS تكنولوجي، اللي هي المفروض CMOS مش باي CMOS، ولكن في حاجه اسمها باي CMOS تكنولوجي، بصنع فيها باي بولر وسي موس مع بعض. بس التكنولوجي دي في الغالب بتبقى اغلى بكتير من السي موس تكنولوجي، وبتبقى متخلفه عن السي موس تكنولوجي في كذا جينيريشن. يعني لو السي موس مثلا كان وصل ل 65، بتلاقي الباي سي موس لسه واقفه عند الايه، عند 130 مثلا. فبالتالي عشان هي متخلفه، يعني بتلاقي السي موس في كذا جينيريشن وبتبقى غاليه، ومحدش بيستعملها غير في فيري سبيشاليزد ابلكيشن زي الار اف اي سيز والحاجات دي، تمام. ولكن بقى في الستاندرد سي موس في الحقيقه اقدر اعمل بي جي تي، بس بيسموه بارازيتك بي جي تي. طب بعمله ازاي؟ ما هو البي جي تي ببساطه عباره عن ايه؟ عباره عن بي ان بي او ان بي ان، صح كده؟ طب ما انا عندي دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ انا عندي السبستريت هي اصلا بي اهو، دي السبستريت عباره عن بي، وهاجي اعمل ان ويل، يبقى عندي كده الان، جوه الان ويل اعمل بي ديفيوجن، يبقى انا عندي كده ستراكشر عباره عن بي ان بي، او الاستراكشر ده عباره عن ايه؟ عباره عن بي ان بي بي جي تي زي اللي احنا شايفينه ده كده بالظبط. ده كده هو الاميتر، ودي هي البيز، ودي هي الكولكتر. طب لازمته ايه البارازيتك بي جي تي ده او البي ان بي ترانزستور ده؟ بنستعمله في نوع من الانالوج سيركتس اسمه باند جاب ريفرنس. ايه الباند جاب ريفرنس سيركتس ده؟ سيركت بلوك بيطلع لك ريفرنس فولتج او ريفرنس كارنت. سيركت بلوك مهم جدا، وبيكون مفيد ان انا استعمل فيه بي جي تي ترانزستور. طبعا الليميتيشن بتاعت البي جي تي اللي انا هعمله هنا ده، ان احنا عارفين ان السبستريت اصلا بتوصل بايه؟ بتوصل بالجراوند. فده معناه ان البي جي تي اللي انا هعمله هيكون دايما الكوليكتور بتاعه واصل بالايه؟ واصل بالجراوند. دايما لازم الكوليكتور يكون واصل بالجراوند. بالحقيقه في البي جي تي في الباند جاب سيركتس بقى، لما نستعمل البي جي تي بنوصل كمان الايه، البيز بالجراوند، وبيشتغل اكنه دايت في الحقيقه، بيشتغل اكنه دايت كونكتد ترانزستور، اكنه عباره عن دايت بالظبط، مفيش فرق كبير قوي عنه بينه وبين التايب. واحده كمان من الادفانسد فيتشرز في التكنولوجي اسمها الاسترين سيليكون، ودي برضو واحده من الفيتشرز اللي انت بتستعملها بقالها اكتر من 10 سنين. ايه الاسترين سيليكون ده؟ قال لك لما عرض السيليكون بتاعي الميكانيكال استرين لاجهاد، يعني اجهاد اللي هو بالشد او بالضغط، ده معنى الاسترين، ان انا اضغط على الماتيريال او اشد الماتيريال، ده بيحسن فيه الموبيليتي. الموبيليتي اللي هي قابليه الكاريرز الحركه، برضو اكيد انتوا عارفين ان الدرين كارنت بتاع المصفت بيكون بروبورشنال للموبيليتي. لما زود الموبيليتي معناها انا بزود الدرين كارنت، فعن طريق ان هو بيعرضوا السيليكون للسترين بيحسنوا الموبيليتي بتاعه. طب ازاي بيشدوا المصفت؟ يعني هدخل جوه واشده؟ اكيد لا طبعا. بيعملوا ايه؟ بيعملوا فكره ذكيه جدا جدا، اللي هي ايه، بيحط على السيليكون ماتيريال ثانيه يكون ليها لاتس كونستانت مختلف عن السيليكون. انت عارفين ان السيليكون عباره عن كريستال، الكريستال بيبقى كاركترايزد بحاجه اسمها اللاتس كونستنت، اللي هو المسافه ما بين الاتوم والاتوم الثانيه، وبيروح يحط فوق السيليكون ماتيريال ليها لاتس كونستنت اكبر او اصغر. لو حط ماتيريال ليها لاتس كونستنت اكبر بتقوم شاده السيليكون، تعمل ايه؟ تنسايل سترين. لو حط ماتيريال ليها لاتس كونستنت اصغر بتقوم هتعمل كومبريسنج للايه؟ للسيليكون، بتعمل كومبريسيف ستريس. عن طريق بقى الايه، الموضوع الاسترين او الاستريس ده، في الان موس بيحسن الموبيليتي باي 40%، وفي البي موس بيحسن الموبيليتي باي 100%. ودي الماتيريالز اللي هم بيستعملوها، السيليكون نيترايد دي بتعمل لك تنسايل ستريس، والسيليكون جرمانيوم دي بتعمل لك كومبريسيف ستريس. وده شكله هو المصفت، ده المصفت، ده السورس، ده الدرين، دي اللي تشانل، وهنا بيحط الفيلم فوق بقى اللي بيعمل عمليه الاسترين. اهو ده سترين تنسايل، وده سترين كومبريسيف، ودي السيليسايد اللي كنا بنحكي عليه من شويه، بيحطوا سيليسايد فوق البولي جيت عشان يقلل من الريزيستنس. لما تحط السيليسايد ده ميتال، السيليسايد عباره عن ميتال فوق البولي سيليكون، ده بيقلل فيه الريزيستنس بتاعته. في حاجه كمان برضو اسمها سيليكون اون انسيوليتور، ودي موجوده بقى لها زمان يمكن اكتر من 20 سنه، لكن بدات تنتشر اكتر في الاونه الاخيره. في جلوبال فاوندريز عندها اس واي تكنولوجي، في شركات كتيره بتستعملها. ايه حكايه السيليكون اون انسيوليتور ده؟ قال لك بدل ما اصنع في ويفر كده عباره عن بالك سيليكون، لا عايز اصنع ترانزستورز فوق انسيوليتور. طب ايه ميزه ان انا اصنع ترانزستورز فوق انسيوليتور؟ بعملها ازاي؟ طب تعال نبص كده على الشكل اللي تحت. انا عندي دي السبستريت العاديه بتاعتي، ومعامل لاير ثيك اوكسايد لاير بيسموها البارد اوكسايد، وكانه اوكسايد مدفون، وفوق البارد اوكسايد ده بقى اصنع الترانزستورز في غشاء رقيق اهو. خد بالك ده كده
دي كده ده مثلا ده السورس وده الدرين عباره الثيكنس بتاعها ثيكنس صغير جدا جدا. طب ايه فايده حاجه وهنا طبعا بتتكون دي الجيت اهي وهنا بتتكون التشانل بتاعتك او ممكن يصنع برضو على حاجه اسمها سفاير برضو ده عباره عن عازل بيسموها سيليكون اون سفاير. طب بغض النظر انا هعمل ايه انا في الاخر استبدلت البادي بتاعي او السبستريت بتاعتي بانسيوليتنج ماتيريال. طب ايه فايده ان انا استبدل السبستريت بانسيوليتنج ماتيريال؟ تعالوا كده نفتكر شكل المصفت. شكل المصفت بتاعي كان عندي هنا مثلا ان بلس وعندي هنا ان بلس ومحطوط في بي سبستريت ده شكل ان موس. قلنا الكلام ده بينتج عنه ايه ان انا عندي هنا عباره عن بي ان جانكشن وعندي هنا بي ان جانكشن. البي ان جانكشن دي بتبقى عباره عن ايه لما تكون ريفرس بايس بتكون عباره عن كاباسيتنس فبالتالي بيكون عندي هنا كاباسيتنس وبيكون عندي هنا كاباسيتنس. لو جيت ارسم المصفت بتاعي كده اهو عند السورس هيكون عندي كاباسيتنس وعند الدرين هيكون عندي كاباسيتنس. الكاباسيتنس زي ما هنعرف ان شاء الله قدام من اسوأ الحاجات في الديجيتال ان هي بتزود الديلي وبتزود الباور كونسامبشن. طب بالتالي بقى لما انا الغي البي سبستريت دي واعمل الترانسفر بتاعي على انسيوليتور بالشكل ده معناها ان انا هلغي الكاباسيتنس هقلل جدا البارازيتيك كاباسيتنس اللي موجوده عندي اللي هي الجانكشن كاباسيتنس بتاعت السورس بتاعت الدرين فده هيخليني اشتغل عند سبيدز عاليه بباور كونسامبشن اقل وكمان هلغي الليكج كارنت اللي كان ماشي في الايه اللي كان ماشي في الريفرس بايس بي انجكشنز دي. فدي كلها حاجات حلوه بالنسبه لي الاس او اي. طبعا واحد ممكن يقول طب هو ايه اصلا لازمه السبستريت وانا ليه كنت عملت سبستريت من الاول؟ ما انا لو ما عملتش سبستريت هيبقى الشيب بتاعتي ملهاش ميكانيكال سبورت هتبقى طايره في الهواء هتتكسر بمعنى اخر. فالسبستريت من احد اهم الفانكشنز بتاعتها ان هي بتعمل ايه ان هي بتعمل ميكانيكال سبورت للترانزستورز بتاعتي والميتال لايرز اللي انا بحطها فبيكون ليها تكنس معين ممكن احاول ان انا ارفعها شويه لو انا عايز بس في الاخر هي اللي بتعمل الميكانيكال سبورت للايه للشيب بتاعتي. فبالتالي ما اقدرش ان انا اصنع الترانزستورز في الهواء كده هنكسر مش هيكون ليها اي ميكانيكال سبورت. طب ده دي ميزات الاس او اي زي ما قلنا عيبها ايه؟ طبعا عيبها ان انا بزود الفابريكيشن كوست. الفابريكيشن كوست بتبقى اغلى واحنا قلنا موضوع الكوست بقى حط حواليها 1000 دايره وانت بتتكلم على حاجه ليها علاقه بالاندستري. لو انا هصنع الحاجه ب 10% كوست زياده دي ممكن تعمل لك خسائر بالمليارات. فبالتالي الاس او اي ما نجحتش ان هي تكون مين ستريم تكنولوجي. هي موجوده بعض الناس بيستعملها لما يكون عايز البنفيتس بتاعتها بس مش بنستعملها عمال على بطال بتجد ان هي اغلى من البالك سي موس تكنولوجيز. هنروح بقى لاحدث حاجه في الاندستري حاليا اللي هي الفين فات كنا اتكلمنا عليها شويه في المحاضره اللي فاتت. زي ما قلت الفين فات فين يعني زعنفه زعنفه السمكه. فالفات بتاعي اللي هو الفيد افكت ترانزستور بقى عباره عن ايه بقى عباره عن زعنفه. الشكل ده يوضح لنا قوي الايه الفين فات بيشتغل ازاي. ادي اهو ادي السورس بتاعي اهو وادي الايه وادي الدرين والتشانل بقى بتتكون فين بتتكون في الزعنفه دي. في الزعنفه دي كلها لا في الحته اللي تحت الجيت يعني في الجزء اللي تحت الجيت بتتكون بقى الايه بتتكون التشانل بتاعتي. ففي الحقيقه اللينس او اللينس بتاع الترانزستور هو عباره عن ايه هو عباره عن ده كده اهو هو عباره عن السيجنس بتاع الجيت في الحته دي هو ده اللينس الحقيقي بتاع الايه هو ده اللينس الحقيقي بتاع الترانزستور. الويدز دلوقتي بقى يلخبط شويه لان دلوقتي الجيت شايفه التشانل من ثلاث ايه من ثلاث نواحي. فالويدز بقى كأنك عايز تجمع ده كده ده عباره عن ويدز كده اهو وفي واحد زيه من الناحيه الثانيه وفي حته صغيره موجوده من ايه في حته صغيره موجوده من ايه يبقى ده كده كله على بعضه هو الويدز بتاع الترانزستور. برضو ده شكل اهو بس ده اكني قلبته 90 درجه اهو ده السورس وده الدرين ودي الجيت. وزي ما قلنا بقى في المستقبل عايزين يعملوا حاجه اسمها جيت اول اراوند وانت بتسمي الفين فات ده بتسميه تراي جيت فات. خدوا بالك يا جماعه اصلا ان السكيلنج داون بتاع التشانل لينس ده اهم حاجه في الشرينكينج بتاع الترانزستور. هو ده اللي بيخلي الترانزستور اسرع ويستهلك باور كونسامشن اقل فده اهم حاجه انا عايز اعمل لها سكيلنج داون. والبلانر سي موس بقى اللي هو بتاع زمان بيشتغل في الفلين ده كان بيليمت السكيلنج داون بيليمت المينيمم ال اراوند 20 نانومتر. بعدها كان بيحصل اكسس ليكج الدرين افكت بتبقى عنيفه جدا بتخلي الدرين بيأثر على الشانل زيه زي الايه زيه زي الجيت وبيعمل ليكج كبير قوي. فالفين فات قلل قوي الموضوع ده رجع تاني للجيت الكنترول على الشانل وفي المستقبل بقى زي ما قلنا عندنا الجيت اول اراوند. طبعا ممكن الواحد يفكر ازاي يعمل فينز صغيره قوي كده بدايمنشنز صغيره قوي. في الحقيقه هم بيعملوا بقى فينز يا جماعه بفيتشر سايز دايمنشنز اصغر بكتير من الليثوغرافي ليميتس اصغر بكتير من الليثوغرافي ليميتس. بيعملوها ازاي بيستعملوا بقى ادفانسد تكنيكس هنعدي عليها كده سريعا. احد التكنيكس دي اسمه الاس اي
TP. الـ SADP ده اللي هو Self-Aligned Double Patterning, أو في بعض الناس بيسميه Spacer Lithography, وبعض الناس بيسميه Sidewall Image Transfer. تمام, كل دي بتخليك تعمل Sub Lithographic Patterning, يعني تعمل Patterning Features أصغر من Lithography Limits. يعني لو قالك Lithography Limits مثلا أخره 20 نانو, لا ترى ممكن أعمل حاجة 5 نانو أو أعمل حاجة 10 نانو أصغر من Lithography Limits. إزاي؟ تعال نبص على مثال. حاجة هنا مثلا وعندي ده البارت اوكسايد بتاعي, وهشتغل ايه, اكني شغال اس واي, واروح احط لير اللي هي البيربل دي ساكريفيشال لير. يعني ايه ساكريفيشال لير؟ لير انا مش عايزها, حاططها كانترميديت ستيب بس قدام هضحي بيها, هضحي باللير دي, انا حاططها كبس كانترميديت ستيب بسموها ساكريفيشال لير. طيب بعد ما احط ساكريفيشال لير هعمل ايه؟ هحط ماسك لير دلوقتي سيليكون داي اوكسايد او سيليكون نايترايت, هحط لير بالشكل ده. اللاير يا جماعه لما بيحصل لها ديبوزيشن بيحصل لها كونفورمال جروس او كونفورمال ديبوزيشن, يعني بتاخد نفس التوبوجرافي بتاعه الماتيريال, يعني بتلف وتدور كده حوالين الايه, حوالين الماتيريال بالشكل ده, بتاخد نفس الايه التوبوغرافيه بتاعه الايه بتاعه الويفر. فبالتالي الماتيريال انا هحطها هتجرو زي ما احنا شايفين كده في الشكل بتاعها. بعدين اروح اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل اتشنج. طب لما اعمل اتشنج, خد بالك لما اعمل اتشنج انا هبدا اشيل الماتيريال, هبدا اشيل الماتيريال, الحته دي اللي هي في الجنب فيها ثيكنس كبير مش عارف اشيله كله, فهيفضل باقي منه حته, هيفضل عندي باقي بقى الحته البيضه دي, والحته البيضه دي مش هتتشال في عمليه الاتشنج. بعد كده اروح اعمل ايه؟ اروح اشيل السكريفيشال لاير. لما اشيل السكريفيشال لاير هيفضل دي معلقه في الهواء ودي معلقه في الايه, ودي معلقه في الهواء. طب دول ابدا اعمل تحتيهم بقى, اعمل اتشنج للاير اللي هي البرتقاني دي, واكون الفينز ايه, واكون الفينز بتاعتي من السيليكون ده. كده كان سيليكون اون اوكسايد, سيليكون اون انسيليتور, فانا كده كونت فينز الدايمنشنز بتاعتها صغيره جدا, اقل بكتير من الليثوجرافي ليميتس. انا ما عملتلهاش باترنينج دايركتلي عن طريق الليثوجرافي, عملتلها باترنينج بطريقه اندايركت اللي احنا قلنا سميناها الايه, السبيس ليثوجرافي او الاس اي دي بي سيلف الاين دبل باترن. خد بالك ان لو كانت الليثوجرافي ليميتس مثلا, لو انا خدت اللي هو الايه الصندوق اللي هو البيربل ده وعملت واحد زيه كده اهو, هنا اهو ماشي اهو بالشكل ده كده اهو, المسافه ما بينهم, تعال نقول ان المسافه ما بينهم مثلا البيتش, البيتش اللي هي مسافة ما بين الحرف ده والحرف اللي زيه هنا, تعال نقول البيتش دي هنسميها بي, البي دي البيتش دي هحدد لك اقدر احط كام صندوق من الايه من البنفسجي دول. تمام, طب انا حاجه بقى احط زي ما قلنا السبيسرز, حاسس ان السبيسر هنا وسبيسر هنا وسبيسر هنا وسبيسر هنا, كده بقت البيتش ما بين السبيسرز, هي رسمه مش مظبوطه قوي يعني, بس البيتش ما بين السبيسرز بقت بتساوي كام؟ بي على 2. تمام, او السبيسرز دول اللي انا حطيتهم دول اسمهم سبيسرز, بتاع الحاجات البيضه دي اسمها سبيسرز, اللي انا حطيتهم دول خلوا المسافه ما بين الفينز, ما انا هعمل بقى تحتهم الفينز, هنا هيبقى عندي الفين وهنا هيبقى عندي الفين وهنا هيبقى عندي الفين, كده المسافه بين الفين والفين الثانيه هتبقى بي على 2 اللي هي نص البيتش الاصليه اللي كانت الليثوجرافي بتحكمها لي. يبقى انا كده اكني جبت نص الايه, نص النص ريزوليوشن بتاع التكنولوجي بتاعتي. يعني لو التكنولوجي 20 نانو انا اقدر اعمل فيتشرز 10 نانومتر, ده البيتش مش بقى ثيكنس بتاع الفين, ده ثيكنس بتاع الفين هيبقى اصغر كمان, اصغر بكتير, يعني الثيكنس بتاع الفين نفسه اللي هو الثيكنس ده كده اهو اصغر بكتير من الليمت بتاع الليثوجرافي. فهي دي الطريقه اللي احنا بنجيب بيها فيتشرز اصغر بكتير من الليثوجرافي ليمتس. في الحقيقه بقى ان احنا نجيب ريزوليوشن احسن بكتير من الليثوجرافي ليمتس ممكن نجيبها بكذا طريقه, وبيسموا الطرق دي دبل باترنينج. ببساطه باترنينج ان انا بعمل باترنينج لللاير, يعني بنقل فيتشر, بنقل باترن معينه لللاير بتاعتي. دبل باترنينج معناها ان انا هباترن اللاير مرتين, دي معنى كلمه دبل باترنينج. فدبل باترنينج احد انواعه بيسموه الليلي او ال اي ال اي, دي معناها ايه؟ معناها بعمل ليثوجرافي وبعد كده اتش, بعد كده ليثوجرافي بعد كده اتش. والطبيعي ايه؟ الطبيعي ان انا وانا بشتغل بعمل لي واحده بس, بعمل خطوه ليثوجرافي بعديها خطوه اتشنج زي ما شرحنا في اول الايه, في اول المحاضره خالص. بعمل باترنينج بقى انا بكرر العمليه دي مرتين, بعمل ليثوجرافي بعد كده باتش, بعد كده بعمل ليثوجرافي بعد كده بايه, بعد كده باتش تاني. طب ايه لازمه حاجه زي كده؟ تعالوا نتفرج على طريقه مثلا اسمها الليلي دبل اكسبوجر. خد بالك انا عندي هنا ثلاث طرق, دي اسمها دبل اكسبوجر, دي اسمها دبل باترنينج, ودي اسمها اللي هي الاس اي دي بي اللي احنا خدناها في السلايد اللي فاتت اللي هي سيلف الاين دبل باترنينج اللي بعمل السبيسرز والفينز والايه والموضوع ده. تعال نبص على دبل اكسبوجر ونفهم الكونسبت بطريقه واضحه. انا عايز اعمل اللاير بتاعتي
هقسم اللاير على ماسكين. ودي اهميه الموضوع ده بالنسبه للاي اوت ديزاينر او اي حد هيشوف لاي اوت زي البي ان ار انجينير، هيلاقي ان كل لاير في الحقيقه ليها لونين مش لون واحد. يعني زمان كان الميتال 1 هو لون واحد، ميتال 1 وخلاص، ميتال 2 لون واحد وخلاص. دلوقتي لا، ميتال 1 بقى لونين، ميتال 2 بقى لونين. ميتال 1 عباره عن 2 لايرز، ميتال 2 عباره عن 2 لايرز مثلا. ليه؟ تعالوا نبص مع بعض. هقسم ميتال 1 على 2 لايرز و2 ماسكس كمان، هيبقى عندي ماسك 1 وعندي ماسك 2. هروح لماسك 1 وهحط الفوتو ريزيست زي ما احنا متعودين في عمليه الليثوغرافي، تمام؟ وهبدا ايه اعمل عمليه الاكسبوجر، وهروح اشيل الايه الاماكن اللي هي الايه الاكسبوزد مثلا، يعني الاماكن دي هتتشال مثلا اهو ده كده، ونفترض ان ده كده هيتشال اهو، ده كده هيتشال، وده برده كده هي وده كده هيتشال وده كده هيتشال. الليميت يا جماعه زي ما قلنا الليثوغرافي ليها ليميتس، بتيجي للويف لينث بتاع الايه الويف لينث بتاع الضوء. فانا ما كنتش اعرف اجيب بيتش احسن من كده. البيتش بتاعتي اللي هي دي المسافه ما بين الفيتشر والفيتشر الايه والفيتشر الثانيه اللي سبيسنج ده ما بين الايه الفيتشرز، وكنت عارف اجيب احسن من كده. بعمل ايه بقى؟ بروح او حاطط ماسك جديد. الماسك الجديد ده بقى انا عملت الايه الجابس بتاعتي في اماكن ثانيه غير الماسك الاولاني. فهنا رحت عملت ايه، رحت عملت بقى اكسبوجر هنا وهنا. خد بالك انا في الماسك الاولاني كنت عامل اكسبوجر هنا وهنا وهنا، يبقى انا كده عملت اكسبوجر كم مره؟ مرتين. عشان كده الطريقه دي اسمها دبل اكسبوجر. الاكسبوجر ان انا اعرض احط الماسك واعرض الويفر للضوء، ده معنى كلمه الاكسبوجر. طبعا زي ما دلوقتي بنستعمل اي يو في اكستريم الترا فايولت لايت، انا عملت اكسبوجر مرتين. لما اروح بقى اعمل عمليه الديفلوبينج وعمليه الاتشنج، الديفلوبينج ان انا اشيل الفوتوريزيست اللي هي اكسبوز، والاتشنج بقى ان انا احفر كمان احفر تحتها في الحته اللي هفتح فيها الشبابيك. هلاقي ان انا هشيل دي وهشيل دي وهشيل دي وهشيل دي وهشيل دي، يبقى انا كده جبت بيتش. خد بالك البيتش اللي كانت العمليه الليميتيشن في الليثوغرافي هي دي، دي البيتش بتاعت الليثوغرافي. انا كده هجيب نص الايه نص البيتش بتاعت الليثوغرافي، يبقى انا كده برضه كاني ضعفت الريزوليوشن بتاعت التكنولوجي بتاعتي. نفس الكلام بقى اقدر اعمله بس عن طريق ان انا هعمل بدل ما هعمل ايه اكسبوجر مرتين، اقدر هعمل بقى اتشنج كمان مرتين. انا هجيب الماسك الاولاني وهعرضه للريزيست واعمل اتشنج واشيل ايه الهارد ماسك ده. الهارد ماسك يعني طبقه بستعملها كماسك، زي ممكن بستعمل كده الاوكسايد عشان يماسك عمليه الايه عمليه الديفيوجن، تمام؟ بعد كده احط فوتو ريزيست تاني. خد بالك انا هنا هو نفس الفوتو ريزيست انا بشتغل عليه، حاطط فوتو ريزيست مره واحده، لان انا احط فوتو ريزيست تاني واعمل له اكسبوجر تاني وارجع اشيل اتش تاني، برضو ارجع اجيب بيتش هنا بي على 2 من البيتش الاصليه اللي كانت موجوده في الايه اللي كانت موجوده في الليثوغرافي. ودي طبعا بقى الاس اي دي بي اللي احنا شرحناها في السلايد اللي فاتت، عشان طريقة انا بلعب بيه السبيسرز واجيب في الاخر فيري ثين فينز برضو بيتش صغير. ايه كمان عندنا؟ عندنا نيمز تكنولوجيز زي ما قلنا. اقدر ان انا استعمل نفس طريقه تصنيع الاي سي بس عشان اصنع بقى ميكانيكال استراكشرز. الميكانيكال استراكشرز دي اعمل بيها ايه؟ تعمل بيها سنسورز، تعمل بيها اكتويترز زي ما شرحنا كده في الايه في الممز اكسلرومتر اللي احنا قلناه في اول محاضره، اللي هو موجود دلوقتي في كل سمارت فون وفي كل ايرباك في كل ايرباك سيستم. في تكنولوجيز بقى بتسمح لك انك تصنع السي موس والممز على نفس التشيب، يا اما جنب بعض يا اما فوق بعض، يحط تحت السي موس ويحط فوق الايه ويحط فوق الممز. بس التكنولوجيز بتبقى غاليه شويه، ف في احيان كثيره بتلاقي ان ارخص انك تعمل الموس بالسي موس شيب لوحدها وتعمل الممز شيب لوحدها، بعد كده تحطهم بقى جوه نفس الباكج. تيجي جوه نفس الباكج كده تعمل باكج كبيره شويه كده اهو، تحط فيها الايه السي موس شيب بتاعتك وتحط فيها الممز شيب بتاعتك، وبعد كده بقى توصلهم بشويه ايه بشويه بوند وايرز لو انت عايز. ده احيان كثيره بيبقى ارخص بكتير من انك تصنع الاثنين على نفس الايه على نفس قطعه السيليكون، حسب طبعا البروجكت بتاعك والسبيكس والكلام ده كله وتفاصيل كتير. ال 3 دي اي سيز كنا اتكلمنا عليها بقى ان انا بحط كذا طبقه كذا اي سي فوق بعض. فهنا عندك مثلا اهو مثال، عندي اي سي تحت اهي، دي اول اي سي اهو، وعندي اي سي كمان فوقها اهي، وعندي اي سي ثالثه فوقهم اهم. بوصلهم بعض ازاي؟ عن طريق الفايز العملاقه دي اهو، دي اللي بنسميها تي اس في ثرو سيليكون فاير اهو، دي كده اهو تي اس في. طب لما اجي احط الويفرز فوق بعض، الاول برفع الويفر شويه. الويفر اصلا يا جماعه بقى الثيكنس بتاعها 500 مايكرو، فهنا رفع الويفر خليها بقت كام؟ 22 مايكرو. بينحتها من تحت، بيعمل باك جريندنج، يقعد يصنفرها كده من تحت، يشيل منها ياكل منها عشان يرفع الايه عشان يرفع الويفر. ده معناه طبعا باكنج دينستي اعلى، بستعمل سبيشاليتي تكنولوجيز، بعمل هيتروجينس انتجريشن زي ما شرحنا قبل كده. طبعا ان انا اوصل الويفرز وهم فوق بعض
معناها سبيد اعلى وباور كونسامشن اقل من ان انا احط كل واحده في تشيب منفصله واوصلهم على البي سي بي بتاعتي. وطبعا زي ما قلت بعمل عمليه باك جريندنج او ثيننج عشان اقلل الثيكنس بتاع الويفر، فبالتالي اخلي التي اس بي سهل ان انا احفر في الويفر بقى واوصل الويفرز ببعض. الثيننج اللي احنا عملناه ده هو اللي قلل لك الثيكنس بتاع الويفر اللي فوق دي من 500 خلاها 22. انا مهتم ان انا اقلل الثيكنس بتاع دي وبرضو اقلل الثيكنس بتاع دي، لكن اللي هي تحت موجوده تحت دي حط سبستريت تخينه زي ما انت عايز ان هي ما فيهاش ايه، ما فيهاش تي اس فيز. انا بهتم ان انا اقلل الثيكنس في الاماكن اللي هحط فيها التي اس فيز بتاعتي. تي اس في زي ما قلنا اللي هي دي واللي هي دي، هي دي اللي هي تي اس فيز. طبعا مشكله ال 3 دي انتجريشن زي ما قلنا قبل كده مشكلته في ان انا بسوق الهيت ديسيبيشن دلوقتي، ان الحاجات اللي هي موجوده هنا دي فوقيها ويفر كمان، فمفيش متنفس ان هي ديسيبيت الهيت بتاعتها، فده بيعمل اكيوميليشن للهيت وبيزود التمبريتشر بتاعه الشيب بتاعتي. طبعا في 3 دي اي سيز دي كل تشيب بتصنع لوحدها بعد كده بيلزقوهم فوق بعض، يعني كل تشيب بتصنع منفصله تماما وبعد كده بنلزق بقى التشيبس دي فوق بعض. اخر حاجه هنشوفها بقى مع بعض هي التي اف تيز اللي هي الثين فيلم ترانزستورز او البلاستيك ترانزستورز. الثين فيلم او البلاستيك ترانزستورز دي عباره عن ايه؟ عباره ان انا باجي على ماتيريال ترانسبيرنت او فليكسبل زي الجلاس او البلاستيك، ترانسبيرنت او فليكسبل ماتيريال، واحط فيها غشاء رقيق من السيليكون، عشان كده بنسميها ثين فيلم ترانزستورز. وفي الغشاء بقى الرقيق اللي من السيليكون ده ابدا اصنع الترانزستور بتاعي. انا السبستريت عباره عن جلاس او بلاستيك واحط غشاء رقيق جدا من السيليكون. بيصنعوا تي في ترانزستورز في الحقيقه ابسايد داون، يعني الجيت بتبقى تحت والسورس والدرين بيكونوا فوق، بيكون ابسايد داون. طب ايه ميزه حاجه زي كده؟ ميزه حاجه زي كده ان انا بصنع على ترانسبيرنت وفليكسبل سبستريت، فبتديك ترانسبيرنت او فليكسبل تشيب. طب هستفيد ايه؟ اهم استعمال ليها في الديسبلايز، كل الديسبلايز اللي احنا بنستعملها اللي هي ال سي دي سكرينز اللي هي الليكويد كريستال ديسبلايز بتستعمل اكتيف ماتريكس تكنولوجي، دي عباره عن ايه؟ عباره عن تي اف تي ترانزستورز، تين فيلم ترانزستورز، لان الغشاء الرقيق ده مش بيحجب الضوء، فالضوء بيقدر يعدي في الايه؟ يعدي في التشيب بتاعتك. احد بعض الابلكيشنز هتبقى في الفليكسبل الكترونكس، الحاجات اللي هي الويربل الكترونكس، عايزين حاجات فليكسبل تلف حوالين الجسم، تتحط في الهدوم، تتحط في الجلود، اي حاجه من الحاجات دي. فانت عندك تشيبس ممكن تخليها فليكسبل، تحطها في بلاستيك، والبلاستيك بتاعك ده عباره عن ايه؟ فليكسبل ماتيريال زي ما احنا ايه شايفين هنا اهو. عيبها ايه؟ عيبها ان هي ك دينستي بقى يعني سيئه جدا جدا، الشانل لينس اكبر من 5 مايكرون، يعني كانك بتتكلم على سي موس تكنولوجي من 50 سنه او 40 سنه ورا، كانك رجعت بزمن 40 سنه ورا. بيرفورمانس سيء جدا، سبيد قليله جدا جدا جدا، ولكن في الابلكيشنز دي ليها ميزات مش موجوده في اي حاجه تانية، عشان كده ليها ويت كبير في الماركت. بكده نكون خلصنا محاضره السي موس فابريكيشن، اشكركم على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.